شوفوا هذا الحادث السير اللي وقع لسفيان كيلي اللاعب المغربي، وقعت ليه الخميس اللي فات في بلجيكا. انتم تعرفوا سفيان كيلي اللاعب كما قلت لكم مغربي اللي كان كيلعب مع المنتخب المغربي ودابا كيلعب في بلجيكا، جاء بالطوموبيل ديالو باكثر من 200 كيلومتر. راكم عارفين بان هذه السرعه ما كترحمش، جاء ضرب في هذا الرون بوين اللي كتشوفوا وترفعات به الطوموبيل في السماء حتى دخل لهذا الجيمناز اللي راكم كتشوفوا في الصور. المهم كما قلت لكم سيتي اكسيدون سبيكتاكولير. هاد الساعه فاش كندوي معكم راه في السبيطار في بلجيكا في مدينه لياج ما بين الحياه والموت. نتمنوا ليه ان شاء الله في هذا الشهر المبارك يعني يخرج من هذا لاكسيدون بلا اعاقه، والله يشافيه وعافيه.